السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم السيد إدريس حقيق، باحث في العلوم الاقتصادية وفي اقتصاد البنك المركزي. عن طريق هذا الفيديو بغيت نتحدث على واحد النوستالجيا، واحد النوستالجيا عميقة في حياتي من الحجر من 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 الحجر الصحي إلى حدود اليوم، ديال تربيات الكلاب. فالحمد لله هاد التربيه ديال الكلاب جات عفويه. فانا عبد ربي ما في يعني في الصغار ولا هذه ما كنتش يعني مهتم بهذا المجال. ثم جات الحجر الصحي، جات لا بيريود ديال ليندا، ماما هاد الكليبات هادو، ليندا الابنه الروحيه ديالي، ماما جوهره، ها هي ونوتيلا، كوكو. الحمد لله. وكان واحد ارتباط روحي كبير، وساعدتني في البحث العلمي، وساعدتني على تخطي واحد المرحله صعيبه من التوتر في البحث العلمي. كما كتعرفوا البحث العلمي فيه توترات يعني كثيره، وكانت مرحله الحجر الصحي تري تري ديبريسيف، لا ايكونوميكمون ولا بسيكولوجيكمون. عن طريق هذا الفيديو تنشكر الابنه الروحيه ديالي ليندا حقيق، اللي توفات في 24 اكتوبر، وخلات معايا الحمد لله ذكريات جد جميله، وعندي انفير ال اون غروند غراتيتود في اطار علاقه الحمد لله روحيه اللي دازت سنه و8 شهور، وتوفات في 24 اكتوبر من بعد العياء ديالها من واحد رحله الصيد في النواحي ديال تازه. غير هو وكان يعني القضيه المؤسفه اللي زعما في هاد التجارب يعني ديال تربيه الكلاب والقطط، هو الوفاه المفاجئه اللي كتقد تكون، خصوصا وانه ما عندناش يعني ما عندناش واحد التكوين على هاد يعني على التغذيه اللي خاصها تليق ليهم ولا اللي ما تليق ليهمش، ولا لي سيستيم اللي يعني دو سونتي ديالهم حنا ما تنعرفوش، وهذا الشيء اللي تيخلي واحد الاسى. والوفاه ديال الابنه الروحيه ديالي اللي انضحك، اللي ساعدتني في التكوين العلمي، وساعدتني لا في المقال ديال استقلاليه البنك المركزي في 10 يوليو 2020. ساعدتني علاش ساعدتني؟ لانه هما عندهم واحد الحب ماشي مرتبط بمصلحه، يعني كتكون انت متوتر وكل شيء، تقد تخرج معاها لواحد الجوله في سلا، تخرج معاها مثلا في حي كريمه، تمشي يعني مثلا حتى لاكورنيش سيدي موسى، دير معاها واحد الجوله، كتحس براسك مشات معاك ديك الكائنه، يعني غير يعني مشات معاك يعني حبا يعني فيك، ماشي يعني حبا بور يعني شي مصلحه، وكتعطيك واحد لامور بروبر، اوسي كتعطيك واحد لا موتيفاسيون، يعني ملي انت كتوتر في بحث العلمي وكتمشي لعند هذيك اللي بغيتي توكلها وهذه وتتخرجوا وهذه، وملي تترجع تتشوفها وتتحس بهذيك الابنه الروحيه ديالك، تتعطيك واحد الحاجه اللي انت كتحارب على ودها، واحد الحاجه اللي ربما ما عطاهاش لك بنادم ديال لانغراتيتود ونكران جميل اكسيتيرا، يعني كتعطيك واحد الحاجه اللي زعما تستحق انه
يعني تكون في المستوى وتكون يعني غادي من الأم يعني غادي ديما يعني في يعني غادي ديما في يعني في التصاعد. وعن طريق هذا المنبر كنحيي الصديق ديالي السي سلطان، ابن مدينة سلا الشامخة والعتيدة، وكنحيي الصديق ديالي السي رشيد، الشاك، وتنحيي الناس ديال الدار الحمراء كاملين، ولا الشيخ مفضل كاملين تنحييهم عن طريق هاد لا فيديو. وتحيه خاصه للناس تحيه كريمه، وتحيه خاصه للناس ديال السقاط تنحييهم تحيه خاصه، وتحيه خاصه وعلى راسهم للسي ايوب الوراق وللسي وليد ارنالان. بديت سيدي تربيه الكلاب يعني قبل واحد قبل 5 ايام من الحجر الصحي. كان الوالد ديالي مشى لواحد البلاصه في تيداس، في قريه تيداس، وكان لقى ليندا في الغابه غادا، وكانت رقيقه ديك الساعه سكوليت، كانت ربما يعني نساها شي صياد تما او تنساها، فجابها الحمد لله الوالد، جابها الصديق ديال الوالد اون فيت هو اللي جابها ليه الطوموبيل. والصديق ديال الوالد زعري، راه هنايا ولا وصلتي زعير قول لك الخير، راه هنايا في يعني هنايا في النواحي بلادهم، هنا في النواحي ديال بغيت نقول النواحي ديال هنا ديال زعير، ما عرفتش المنطقه بالضبط ديالهم. وتنحييه عن طريق هاد لا فيديو، وان شاء الله الى زعما الى سهل عليا الله، هذه راه ما كننساش الجميل ديالو انه هو اللي شافها وجاب هذا للوالد، عرفت؟ هو ان شاء الله يعني تنحس بواحد يعني ان شاء الله يعني الا يسر الله في عده امور راه ما غننساوش، وغنكونوا ان شاء الله يعني نديروا معاه فعيل ديال التكال الاصيليين. ايوا يعني للاسف يعني من بعد يعني ما دوزنا واحد الصداقه كبيره، مع ليندا، والحمد لله ولد كانت في شهر 3 كنت مشيت واحد الكونكور في وزاره، الاسكان وجيت وكذا، وهذه وهي حبات واحد الكليب، واحد الكلب خلوي يعني يعني انا سكو جي كونستاتي يعني حشف ليندا هاد الابنه الروحيه ديالي يعني لي شيان دو مارك ما كتسوقش ليهم، يعني مشات مع واحد الكلب خلوي حباتو هادي. انا ودي فهاديك الليله طلقتها جي با بري اتونسيون، مشاو هربوا مشاو يعني لواحد يعني بلاصه بعيده، حدا التيرات وهادي، والوالد ديالي كان تقلق وهادي، وقال لي كذا هادي يعني قال لي الفاشو هادي، قلت له ان شاء الله راه غترجع، ورجعت الحمد لله. الوالد ديالي كان تقلق شويه صراحه، قال لي ودي راه هذا مع خلوي هادي، قلت له ودي يعني خليها يعني. فهذيك الليله بقيت حتى 3 ونص الليل، ومشيت عند الناس وبقيت يعني تنقلب عليها ما جات، والحمد لله حتى يعني حتى بغيت ننعس وحسيت بواحد الاكتئاب، يعني حسيتها هي صديقه ديالي ليندا، الابن الصديقه والابنه الروحيه ديالي ليندا، يعني بعد هذا العطاء ديالها كامل اللي دارته من كورونا حتى الاواخر شهر 3 في النهار هذا، قلت اودي شوف يعني دوزنا هادشي كامل، وها هي مسكينه دابا مشات. هو في الليل بقيت تنكي وهادي، بقى فيا الحال، ولكن في الصباح اون فوا غنفيق مع العشره ونص تنحل هذا الباب، تلقاها مسكينه مريحه يعني الحمد لله، جات وتهليت فيها وعطيتها الماء والمسائل. وفي 27 ماي ولدت ليا 3 د الكليبات، درت عطيتها الكاشه ديالي بالمسائل ديالها وكذا، وتنغسلها يعني في الحمام ديالو معززه مكرمه، ولدت 6 د الكليبات، 3 اللي خرجوا في الاول عاشوا، وثلاثة الاخرين للاسف توفوا. والثلاثه اللي ولدتهم هي جوهره، نوتيلا، وكارلا. وكارلا توفات للاسف في شهر 7 من تضاعفات اللقاح، حيت انا مشيت درت لهم هما اللقاح، وللاسف كارلا ربما كانت ضحيه هذاك اللقاح، وقالوا لي البارفو، حيت انا قالوا لي البارفو هذه، ولكن لا، لانه انا درت لها اللقاح وتوفات من بعد، يعني يكون متضاعفات ديال هذاك اللقاح. ككلمه اخيره من الناس ربيو الكلاب، حافظوا على لامور بروبر تربيه الكلاب، وما ماشي ملي غتدخلوا في المجال ديال الكلاب، مجال تربيه الكلاب، تبقاو تدخلوا هذاك المعايير الماديه ديال بنادم، لا هذا راه مارها، لا راه هذا سميتو، ذاك المعايير العنصريه، لا راه هذا سميتو، لا راه هذا جاي من سله،
لا راه هذا جاي من الرباط، لا راه هذا جاي من 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 سماره، لا راه هذا جاي من الله عين. يعني حافظوا على لامور بروب، ربيوا الكلب البلدي المغربي. علاش الكلب البلدي المغربي تتحقروه وتبقى ضحيه؟ وراه حنا شفنا مؤخرا داك الشيء اللي فات المجزره اللي فات ديال القتل الكلاب. هذه المساله هذه راه خاصنا ان شاء الله نطريطيوها، ويعني نحبوا حتى الكلب الكليب البلدي ونعطيوه يعني القيمه ديالو يعني اللي كيستحق الانسانيه. وبغيت حاجه واحده ناكدها، راه عندي حتى اوسكار كلب سلوكي مغربي، غير هو ما بغيتش نخرجوا نظرا انه شويه مثلا بعض المرات مثلا ما تريثيهش، راه الي بلو فور كو، ربما الي بلو فور كو المالينو. شكرا شكرا شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.